سياحة الطعام مفهوم رائج لدى محبي السفر والسياحة حول العالم، فللطعام سحر خاص في إلهام الحواس. الناس هنا ودودون للغاية، الجميع عمل جاهدا لأقصى حد لكي نشعر بالراحة. موسم الرياض اختصر الزمان والمكان وجمع 35 مطعما عالميا معظمهم لطهاة نجوم ميشلين. أيضا استضاف الموسم معرض مذاقات العالم الذي أتاح فرصة للهاوين والمتذوقين بالوصول إلى أقرب نقطة داخل مطابخ نجوم الطهي العالميين. حظيت أنا باكتشاف بعض من أسرارهم. احنا كشفات السعوديين كان لنا دور مهم جدا هنا، كان في لنا نكهة مميزة ومحبوبة وكل احد كان مبسوط معنا. باليوم التالي توجهنا لمنطقة قصر المربع التي تميزت بتقديم تجربة فارهة تتطلب من الزوار حجز المقاعد مسبقا، ولا يفصل بينك وبين تجربة حينها سوى الحظ. أنا محظية ولست بمحظية، محظية لأنها أتتني هذه الفرصة للدخول واستكشاف هذه المطاعم العالمية. أما سوء الحظ فرافقني أنني لن أخوض هذه التجربة مساء، لأن كما ترون هذه المطاعم فارغة نهارا، أما ليلا فهي ممتلئة حتى نهاية الموسم. أحلام اليعقوب، العربية.